بلدتي بيئتي، مشروع بجامعة الأيوبية. معنا باستوديو مديرة المشروع أستاذة بالأيوبية، رئيسة قسم تصميم وإدارة المساحات الخضراء دكتور سلمى نشابة الحق. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مشروع كتير مهم، كتير حلو. الحلو فيه أنه قدر يوعي، مثلا عم نحكي شوي قبل الهوى، قدر يوعي أهل المناطق بلبنان على جمال طبيعتهم وعلى إرثهم الطبيعي، لأنه يمكن نحن بنكون معودين على الأشياء اللي عنا إياها، ما بنعود نشوفها كتير منيح. لما بنصير شايفينها بصير عنا غير نظرة لها، وهون المسؤولية بتكبر. خبرينا شوي عن هالمشروع وعن مركز حماية الطبيعة بالأيوبي. أوكي. هذا المركز تأسس من 10 سنين، وكان هدفه أنه هالأساتذة والتلاميذ بالجامعة والموظفين يلي حابب يساهم بحماية الطبيعة، كل واحد من حسب اختصاصه في ساهم. لأنه إذا بتفكري فيها، يعني مين بيحمي الطبيعة؟ كلنا، كل واحد حسب اختصاصه. يلي بيعمل بيولوجي من خلال البيولوجي، يلي بيعمل ميديا من خلال الميديا اقتصاد، أو يلي هو سو. هيدا مركز بيحضن كل الأساتذة والتلاميذ بالجامعة، ومن خلاله بيكون عندهم مشاريع. أنا من هالأساتذة يلي مهتمة بحماية الطبيعة، وبالمشاركة مع زملائي بلشنا مشروع لنشوف كيف فينا نساهم حماية الطبيعة على نطاق الضيعة والبلدة. وفي طريقتين، يعني في الواحد يعمل دراسه ويبرم ويعمل استمارات ويدرس هو خرائط لحاله بالقلب الجامعه بلا ما يتعامل مع حدا، او فيك تخلي الناس اللي عايشين يعني كل واحد محل ما هو عايش هو يقرر شو ارثه الطبيعي. هيدي ليش مهمه؟ ليش رحنا بهالاتجاه؟ لانه اذا انت بتعتبري هيدا ارث لإلك حتحميه، بس اذا اجى حدا وقال لك انا دونت ولقيت هول هن اللي عندك اياهم، معلومه موجوده بكتاب، بركي يهتم بركي لا. بقى بلشنا هذا المشروع، هيدي ثاني سنه بنمشي فيه، اسمه بلدتي بيئتي. وهو هالمشروع بنركب لجان، اول شيء بنفوت على البلديات، نعزم البلديات من خلال وزاره المجالس، مديريه المجالس البلدية والادارات المحليه والبلديات، وزاره الداخليه، بندعي بلديات ليشاركوا، وبصير في اتصالات وزيارات، وبعدين من خلال البلديه بنفوت وبنكون لجان محليه. وهاللجان المحليه بنبلش نعمل ورشات عمل على مده سنه، والورشات هي كنايه عن منأمن خارطه جويه، وبيكون في عنا رموز يلي هي رموز عن كل شيء معقوله يتعلق بالبيئه. مثلا في محل واحد في روح يعمل بسيكلات، بيدلوك على الخريطة الجوية ايه في هيدا الممر بين الغابة فيهم يروحوا. في محل واحد يعمل بيكنيك، اذا واحد بده يقعد يتفرج على منظر حلو، مشاهد حلوة، وين في يوقف يمشي ويوصل، وهيك ببلشوا يفكروا شو في عندهم تراث، وين في غابات، وين في اراضي مشاع، شو انواع الاشجار عندكم اياها المهمه. عم نشوف خريطه على الهواء، هيدي الخريطه مثل على شو الضيع يلي اشتغلنا فيها 2011 و2012. شو كان الشغل على الارض وشو هيدي هي التحفيز على شو كان ولوين وصلنا؟ هي الفكره انه نحن منا مبلشين بمنطلق انه نحن بنعرف وهن ما بيعرفوا. نحن مبلشين بمنطلق انه نحن ما عنا معلومات كافية ليكون في عنا أسس سليمة لمحافظة على الطبيعة والاستفادة منها من خلال سياحة بيئية، استفادة اقتصادية. سألنا خلينا نشتغل سوا لنشوف شو عنا. بقى بلشنا بهالضيع يلي عم نشتغل معهم، بلشنا نتعاون معهم عدة من خلال عدة ورشات عمل، وهالخرايط عمل بسيط بس كل المعلومات موجودة بدهون، يعني بأفكار الناس اللي عايشين بهالمناطق اللي بيعرفوا. مثلا إذا بدي روح أنا سلق هندبة برية وزعتر وهيك، وين بروح؟ في ضيع عندهم مناطق خصوصي حلوة واحد يروح ويسلق منها، إذا في زراعات أورغانيك أو بتتكل على الشتاء وهيك، وين في؟ سو بنبلش نعمل هالورشات العمل، بنزلوهم على خرايط، ونحن وعم نشتغل معهم في عنا كمان بقلب الجامعة عنا مثل لجنة مكونة من أساتذة من عدة ديسيبلينز، من عدة خبرات، نعمل مثل لجنة تحكيمية، ومنصير منشوف هل ضايعة، هل هي عم تتعامل مع الإرث الطبيعي بطريقة سليمة. يعني في عندك ضيعة كتير كبيرة وعندك ضيعة صغيرة، عندك ضيعة عندها غابات وضيعة صحراوية، كيف بدك تربحي ضيعة على ضيعة؟
في كومبيتيشن يعني في كومبيتيشن شوف اي ضيعه عم تقدر تحافظ على ارث الطبيعي او عم تقدر تهتم فيه مزبوط سو نحن شلنا كل هالفروقات يعني اذا ضيعه غنيه كبيره غنيه بطبيعتها هيك كلهم شلناهم جردناهم يعني شلنا هالقصص وشفنا على طلعنا على المجتمع المحلي هو كيف عم بيتعامل بالمعطيات الموجوده عنده وبعد ما يصير في يعني هالورشات الخرايط عم تنحط عم نصور عم ناخذ افلام عم نتعرف على الناس واخر السنه بيصير في مسابقه بهالمسابقه كل البلدات المشاركه بتاخذ مثل شهاده عن ممارسه وحده مميزه للضيعه وبعدين في الجائزه يلي هي جائزه بلدتي بيئتي يلي هي كنايه عن مثل ارما وبتفسر ليش هالضيعه ربحت مثلا اداره مستدامه للغابه من قبل الضيعه او محافظه على ما بعرف يعني عده طرق يلي بس هي بنكون قيمناها من لجنه اساتذه بالجامعه. نعم. السنه خلصت المسابقه وهل هي مسابقه سنويه رح تكون؟ حتكون ان شاء الله مسابقه سنويه. كيف كانت النتائج السنه؟ هالسنه عند ال هيدا هالسنه في عنا البلدات الفايزه طبعا هالسنه كانت كثير حلوه في عنا مثلا بلده المناره ربحت لأنه كان عندها إدارة مستدامة للغابة وأحراج البلدة يعني البلدية وأهالي البلدة هن كان عندهم هل يعني هل كان واضح أنه عندهم إدارة مستدامة نعم. مثلا بمعاصر الشوف ربحوا سياحة بيئية لأنه أهلوا كل البيوت التراثية لا يعني يتعاملوا مع المحمية الجاية والسواح ويقعدوا بهالبيوت التراثية للسياحة في عنا مثلا وحده كثير حلوه ببرقة مثلا ببرقة عملوا شيء اسمه مملكه اللزاب وعطوا يعني الضيعه صارت هي والشجره يلي محاوطه هالضيعه عندهم ذات الايدنتيتي عطوا ايدنتيتي بشري مثلا صار لهم 20 سنه عندهم مشروع تشجير متكامل من انتاج الشجره لزرعها لمتابعتها هيك يعني كل بلده وفي عنا كمان بنعطي العقورة ربحوا مثلا مجتمع ناشط في تجميع مياه الشتاء والثلوج عندهم برك كتير يعني ما إذا مرقوا بالصور بس كتير كتير مميزة كبلدة يعني في تحفيز على مشاريع وفي مشاريع موجودة عم تدوى عليها كله موجود كمان للتشجيع يعني كله موجود يكون عم تدوى عليها لنعرف شو عم يصير مزبوط هالضيع الربحانة وفي عنا كمان من كل برمة بنكون برمنا على كل هال 15-18 ضيعة بيكون في شخص مميز وهالسنة المبادر البيئي كان اسمه السيد محمود أيوب من بلدة المنارة وهو لحاله يعني أكيد كانت مسؤولية من البلدية بس هو لحاله زرع أكثر من 5000 شجرة وكلها عاشت وصار يفرجينا وين ومتابعهم مثل أولاده يعني. بيعرف كل شجرة وينية يعني في أشخاص أنت وعم تشتغلي بتحسي يعني قلبهم مع البيئة شكرا لك دكتورة الحق شكرا لوجودك معنا اليوم لهالمشروع الكتير حلو على أمل أنه يعني سنة عن سنة تكون الأشياء عم تتطور بعد أكثر وأكثر وأكيد رح نبقى نتابعكم شكرا